ازيكم دكاترة، ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. ده تالت فيديو لينا في التريبل تي سيريز بعنوان Protecting the Adjacent. يعني لما اجي اعمل كافيتي ما ينفعش اكون بخبط في السنة اللي جنبها، فبدل ما اكون بعمل كافيتي اكون بعمل تو كافيتيز، فاي هاف تو بروتكت ذا ادجيسنت توث. طيب ممكن استخدم حاجة من ثلاث حاجات عشان ابروتكت الادجيسنت توث. ممكن انا احط حتة طفل ماير باند واثبتها بوج الطفل ماير باند عشان لما اجي اخبط ممكن اخبط في الميتريكس ما تبقاش في السنة، والوج عشان يثبتها في مكانها. ده اول حاجة. ممكن احط سكشن الميتريكس with the contour of the adjacent tooth، يعني اسيبها مع نفس الكونتور وبرضو اثبتها بوج. طب ليه احطها مع نفس الكونتور؟ عشان ما تبقاش داخلة على الكافيتي بتاعتي مضايقاني، اكون شغال براحتي، فاكون حطيتها مع نفس الكونتور السنة اللي جنبها واثبتها بوج. حاجة التالتة اللي هي حاجة اوريدي جاهزة اسمها wedge guard. wedge guard عبارة عن wedge طالع منها حتة ميتريكس، فالوجه بتخش بتعمل سيباريشن، اي وجه هتخش لي هتعمل لي سلايد سيباريشن، وطلع منها حته ميتريكس، الميتريكس تعمل لي بروتكشن، تعمل لي سيباريشن اند بروتكشن. فدي طبعا لطيفه جدا تتحط ديورينج ذا كافيتي بريب، بعد ما اخلص خلاص بشيلها. فلازم استخدم حاجه من الثلاث حاجات دي وهوريكم كل طريقه فيها.